تولي الدولة اهتماما كبيرا بالقطاع الصحي لتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين دون أي أعباء مالية، حرصا من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن المصري. تعددت المبادرات الرئاسية في هذا الشأن، ومن بينها مبادرة إنهاء قوائم الانتظار والتي تهدف للقضاء على قوائم الجراحات في 9 تخصصات طبية حرجة. القطاع الصحي ملف هام يتصدر أولويات الدولة في ظل اهتمام القيادة السياسية بتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين. المبادرات الرئاسية في هذا الملف تعددت وتنوعت، وكانت مبادرة 100 مليون صحة خير شاهد على اهتمام الدولة بالقطاع الصحي، فضلا عن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية. إنهاء قوائم الانتظار مبادرة رئاسية أخرى تم إطلاقها في يوليو عام 2018، جاءت ليظل بناء الإنسان المصري نصب عين الدولة واهتماماتها، مبادرة تهدف للقضاء على قوائم الجراحات واستهدفت 9 تخصصات طبية حرجة تشمل القلب المفتوح والقسطرة القلبية وجراحة تغيير المفاصل. المبادرة استهدفت كذلك زراعة الكلى وزراعة الكبد وزراعة القوقعة للأطفال، بالإضافة إلى زراعة القرنية وجراحات المياه البيضاء، وكذلك جراحة الأورام والمخ والأعصاب. المبادرة نجحت في إجراء عدد كبير من العمليات الجراحية المختلفة، حيث وصل العدد لأكثر من 1.5 مليون عملية جراحية وأكثر من 63 ألف علاج دوائي، وكذلك العشرات من عمليات زراعة الكبد والكلى. هذا وتعد خدمات المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، حيث لا يتحمل المريض أي أعباء مالية، وتقوم المبادرة على تخفيف معاناة غير القادرين وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن. وساهمت المبادرة منذ إطلاقها في متابعة تنفيذ الإجراءات من خلال منظومة إلكترونية موحدة تربط بين الجهات المصدرة لقرارات العلاج، سواء على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، بناء على الساعة الاستيعابية لكل مستشفى، مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة. جهود الدولة في القضاء على قوائم الانتظار. 17 مليار جنيه تكلفة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار حتى الآن. أجرت وزارة الصحة 1,509,000 عملية جراحية، متابعة أكثر من 117,137 حالة خلال 12 شهراً للتأكد من جودة خدمات المبادرة. منع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها مبادرة قوائم الانتظار. استقبال 221,548 طلب خدمة جديدة ضمن مبادرة قوائم الانتظار. مبادرة قوائم الانتظار تشمل جراحات القلب والعظام والرمد والأورام والقساطر المخية. المبادرة تشمل أيضاً جراحات قسطرة القلب والمخ والأعصاب وزراعة الكلى وزراعة الكبد وزراعة القوقعة. توزيع المرضى مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة. معدل انتظار الحالات المتعلقة بعمليات القلب المفتوح لا تتعدى 3 أسابيع. خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل. المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة.